هذا الرسم الموجة جاي راح جاي ترجع للسطح زين، فبهذا المسار اللي هو نفسيته لترو، نفسيته لترو زين، فيقول يا بهنا السرعة هي الاكس الواي على الزمن هذا. هنا لا دلتا اكس اللي هي يعني معناها السرعة دلتا اكس على دلتا تي زين، وين مكانها السرعة الظاهرية؟ مكانها بين الجيوفونات، بين جيوفونية، بين ثلاث جيوفونات، أربعة، أوكي زين. فخلي نقول إحنا هسه بين هذا الجيوفون وهذا الجيوفون، فالسرعة مال هذا الجيوفون يفترض أو مال هذه الطبقة راح تكون هذه نفسها دلتا واي في على دلتا تي زين. بوضح لنا بعد أكثر، أعتقد هذا الشكل راح يكون أوضح. اولا هنا أنا يعرف الابارنت فيلوسيتي، يقول يا بالفيلوسيتي هي عباره عن جبهات موجه راح تتقدم بشكل اكروس ذا جيوفون سبريد على الجيوفونات المنتشره. تلاحظون هنا عندما يكون السطح الفاصل مائل جبهات تقدم الموجه راح يصير بها اختلاف عن التقدم اللي هنا ما تكون سطح الفاصل افقي، هنا لا بدا يختلف. تلاحظ هذا وين واصل، هذا وين واصل، هذا وين واصل، والسبب السبب واضح. شوف هنا هذا وين، هذا وين زين. هنا شنو الاختلاف اللي خلى يختلف تقدم الموجه؟ نعم سطح الفاصل، يفترض السطح الفاصل اذا كان افقي هذا السطح يعني يكون هناك جيوفونات مرسومات، لكن انا عندي سطح الفاصل طبعا ممكن يكون عندي سطح فاصل ما اول 2 3 4 الى حسب طبيعه المنطقه المدروسه. فالجيوفونات راح تستلم الموجه من هذا السطح بمقدار اختلاف عن السرعه الحقيقيه بمقدار الزاويه، بمقدار هذه الزاويه زين. خلي ننتبه على الافتراض التالي او التغيير او الاختلاف اللي مقداره زاوية ونضعه بموضع المثلث زين، هذا المثلث لان هذا المثلث هو مقدار الانحراف او انحدار الطبقة او ميل الطبقة، هو مقدار الاختلاف الناتج من ميل الطبقة زين. ذكرنا ايضا انه السرعة الظاهرية اللي هي هاي هنا لنقيسها، والسرعة الحقيقية هي هاي او هذا يعني مسار الموجة زين. فاذا كانت الزاوية هنا فهذا يعتبر مقابل واللي هو يتمثل بالسرعة الحقيقية، وهذا يعتبر الوتر وهو السرعة الظاهرية. فإذا طبقنا ساين الثيتا راح يكون المقابل اللي هو السرعة الحقيقية على السرعة الظاهرية. طبعا هذا بالرياضيات ممكن نبدلها، هذه تجي مكانها ماكو مشكلة. إذا ساين الثيتا يساوي السرعة الحقيقية على السرعة الظاهرية. شوية طب هذه الرموز اللي قبلها هي نفس هذا القانون، يعني أي سي هو السرعة الظاهرية أي سي، وبي سي اللي هو السرعة الحقيقية. خلوني هنا بهذا المكان شوية انتبهوا وياي. احنا قلنا عد ما يكون السطح الفاصل افقي راح يكون عندي السرعة الظاهرية مساوية للسرعة الحقيقية، لكن عد ما صار عندي الميل اجت هنا دخلت عندي ساين الثيتا. هو هذا الفرق بين الابارنت فيلوسيتي والترو فيلوسيتي. وهنا أنا ذاكر لي فد عبارة كل جميلة، يقول عندي إذا حالتين أنا إذا كانت السرعة الزاوية صفر، الزاوية صفر لحد أقل من 90 إذا السرعة الظاهرية راح يصير بها رقم إلى معين، لكن عد ما تكون السرعة الزاوية 90 راح تكون عندي السرعة الظاهرية مساوية للسرعة الحقيقية، واللي هي معناها انه هنا عند السطح الفاصل افقي. اذا الزاوية 90 افقي، واضح؟ اذا العمود المقام تذكرونه قلنا زاوية السقوط راح تصنع لنا 90 درجة، تذكرون اكيد زين. ف
اللي راح يصير عندنا هنا قلنا هو ساين ثيتا، هو هذه اللي ان شاء الله بالمحاضره الخامسه راح نتطرق له بشكل تفصيلي، الخامسه او السادسه ما اتذكر، لانه راح تصير عندي سطوح مائله، وسطوح المائله تكون بيها نطبق هذا الكلام. زين هذا السؤال هسه جاوبناه، ما هي السرعه الظاهريه عندما تصل الموجات عموديا؟ هذه سرعه حقيقيه تساوي سرعه ظاهريه تساوي سرعه حقيقيه، لانه هنا العمود المقام مش قد راح يكون الزاوية مالتنا 90. زين السرعة الظاهرية للموجات المباشرة هي مساوية للسرعة الحقيقية، هذا هنا أنا. نعم هي المباشرة عندما يكون سطح الفاصل أفقي، المباشرة نفسها الحقيقية. زين بعد أكو معلومة كلش مهمة كلش مهمة راح نبرهنها بهذا الاشتقاق، السرعة الظاهرية اللي هي هنا هذه للموجات المنكسرة انكسارا حرجا هي مساوية لهذه السرعة، سرعة الطبقة الثانية. شلون؟ السرعة الظاهرية بالقانون دلتا اكس على دلتا تي. زين وقلنا انا شوية احب هذه القوانين، هذه يعني هذه شنو نفسها، فهنا السرعة الحقيقية هاي معناها دلتا واي على دلتا تي. حتى نطبق مكان الزمن بالسرعة الظاهرية نطبق دلتا واي على دلتا في اللي هي في يقصد بها السرعة، اذا راح تكون هنا دلتا اكس السرعة هذه على دلتا واي، نقلبها مو صحيح، لازم ننقلب لان هنا واحد على تي فيصير المقام بسط والبسط مقام. زين والساين ثيتا دلتا واي على دلتا اكس، هاي قلنا احنا قلنا السرعه الحقيقيه على السرعه الظاهريه معناها ساين ثيتا، اذا دلتا واي يساوي دلتا اكس على ساين الثيتا، وبهذه الحاله راح يكون عندي السرعه الظاهريه تساوي السرعه الاولى على دلتا اكس على دلتا اكس على ساين الثيتا، يعني انا راح اعوض مكان الدلتا واي اعوض شنو دلتا اكس على ساين الثيتا. زين و يعني هذا عوضناه هنا، وبالتالي راح يكون عندي هذه اختصره وهذه، ويكون عندي السرعه على ساين الثيتا. واذا تلاحظون القانون السنيل القديم السرعه ساين الثيتا السرعة الأولى على ساين ثيتا شنو معناها؟ معناها سرعة الطبقة الثانية، إذا السرعة الظاهرية تساوي سرعة الطبقة الثانية. واضح؟ واضح؟ أعتقد اشتقاق سهل جدا. زين هذا الاشتقاق راح أخليه لكم بفيديو واحدة بعدين، واللي شي ما فاهمينه أو اللي شي راح يبقى عندي هنا. زين سؤال، أوجد من المخطط في أدنى قد ما تكون السرعة الطبقة الثانية أكبر من سرعة الطبقة الأولى أنواع الموجات التي يمكن أن تسجل في المسافة التالية من صفر إلى الكريتيكال، من الكريتيكال إلى الكروس أوفر، من الكروس أوفر إلى الإنفينيتي، أي نوع من الموجات يصل أولا وأيها يصل آخرا في المسافات السابقة؟ وأعد حل السؤالين السابقين لكن عندما يكون السؤال السرعة الأولى أكبر من السرعة الثانية. زين هذه الكلام خلي نروح لهذا الرسم اضبط انا اشوف هنا أنا السؤال يقول عد ما تكون السرعه اوجد السرعه شنو اللي اصلا عد ما يكون عندك من الصفر هذه الى الكريتيكال شنو اللي اصلا تلاحظ هنا شنو واصل عندك، واصل عندك الموجات المباشره والموجات المنعكسه فقط، يا هي الاول وصلت المباشره بعدين المنعكسه، من الكريتيكال للكروس وصلت عندي المباشرة ثم المنكسرة ثم المنعكسة، ومن الكروس للإنفينيتي المنكسارية والمباشرة والانعكاسية. واضح؟ واضح هنا. والسؤال هذا حل عد حل السؤالين السابقين هذا اليكم، وتعرفون شنو راح يصير هنا ضروري جدا تنتبهون. زين عندك يقول two classic examples of the applications of seismic refraction data. أولا جد سمك الطبقات وقياس
عمق هين تو البيرد روك.